صباح الخير بكل مشاهدينا. برق ورعد ورمال وأتربة تصل لحدوث عاصفة يصاحبها أمطار رعدية أيضا، هكذا حذرت هيئة الأرصاد المواطنين من طقس اليوم الجمعة، واللي بالطبع هنوضح تفاصيله لحضراتكم الآن في هذه التغطية، كما هنوضح لكم موعد انتهاء هذه الموجة الحرارية والعاصفة الترابية في تغطيتنا الآن. مشاهدينا، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 يونيو 2023. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، والذي يصحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة قد يصل لحدوث عاصفة. تتوافر بالطبع فرص سقوط الأمطار التي من الممكن أن تكون رعدية أحياناً، حيث تشهد هذه الفترة تقلبات جوية، وتتعرض القاهرة الكبرى لأمطار اليوم بالطبع، وقد تكون هذه الأمطار خفيفة أيضاً ولكن رعدية في بعض الأحيان. أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد سحب وأمطار على القاهرة الكبرى والأسكندرية والسواحل الشمالية الشرقية وبورسعيد ودمياط وسيناء بالكامل وخليج السويس بالطبع ومدن القناة ومحافظات البحر الأحمر كالغردقة ورأس غارب وجنوب البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومحافظات شمال الصعيد. حذر القياتي من انخفاض شديد في مستويات الرؤية الأفقية بشكل كبير، خصوصا على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وذلك بسبب نشاط الرياح المثير للأتربة والرمال. تطالب هيئة الأرصاد المواطنين بعدم السفر في هذا الجو إذا كان السفر غير ضروري بالطبع، وطلبت مرضى الحساسية بعدم الخروج من المنزل دون كمامة أو أي وقاية، وده بالطبع بسبب ما شهدته الساعات الماضية من عاصفة رملية وترابية، كما أكدت أن اليوم هناك تحسن نسبي إلى حد ما عن أمس. أيضا قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة الحالية أقل حدة بالطبع من التي حدثت الأسبوع الماضي، حيث تتعرض البلاد لأمطار وبرق ورعد ومع عاصفة يصاحبها ارتفاع شديد في درجات الحرارة. أكدت أيضا الدكتورة منار غانم على أن هناك منخفض جوي خماسيني يتحرك من الصحراء الغربية للمناطق الداخلية، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية. وبالنسبة لتدرج حالة الطقس اليوم، فسوف يكون شديد الحرارة نهارا على مناطق القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري وجنوب سيناء وأيضا جنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ويكون حار على السواحل الشمالية الشرقية. أما في الليل فسوف يكون الطقس معتدل إلى حد ما في الحرارة خلال ساعات الليل على كافة أنحاء البلاد. وعن حالة البحرين اليوم، نبدأ بحالة البحر المتوسط، سوف تكون من معتدلة وارتفاع الموجة من 1.5 متر إلى 2 متر ورياح سطحية شمالية شرقية. أما عن حالة البحر الأحمر سوف تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر ورياح سطحية شمالية شرقية. كانت البلاد قد شهدت أمس الخميس سقوط أمطار على بعض مناطق من القاهرة الكبرى مع سحب رعدية بالطبع، وكانت سحب رعدية ممطرة تمركزت على القاهرة الكبرى وشرق البلاد وشمال الصعيد ومناطق متعددة من محافظة الأسكندرية. لكن أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أننا تجاوزنا ذروة الأحوال الجوية السيئة، والسحب موجودة في بعض المناطق في السواحل الشمالية والسواحل الجنوبية الشرقية والساحلية وبعض المناطق الغربية، وفرص الأمطار سوف تنخفض بشكل كبير عن الساعات الماضية كما شهدنا. وعن موعد تحسن الطقس، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية التحسن التدريجي لحالة الطقس من اليوم الجمعة، ولكن مع بداية غدا السبت من المفترض أن تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتكون سرعة الرياح معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية، وتنتهي فرص نشاط الأتربة بشكل تام، وتستقر أيضا الأحوال الجوية.
وتنشط الرياح في يوم 17 يونيو على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة على مدار اليوم. كما سوف يكون هناك أمطار غدا السبت على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأيضا جنوب سيناء على فترات متقطعة على مدار اليوم. والآن مشاهدينا نقدم لحضراتكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 العظمى 36 درجة مئوية، ودرجات الحرارة في العاصمة الإدارية الصغرى 23 درجة والعظمى 36 درجة مئوية. درجات الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 22 درجة مئوية والعظمى 37 درجة مئوية، وتكون درجات الحرارة في بنها الصغرى 23 درجة مئوية والعظمى 36 درجة مئوية. درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 23 العظمى 35. درجات الحرارة في وادي النطرون الصغرى 22 والعظمى 35. درجات الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 35. مشاهدينا عرضنا لحضراتكم تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا بالإضافة إلى موعد انتهاء هذه الموجة الحرارية والعاصفة الترابية. بالطبع نتمنى السلامة للجميع. نشكركم على طيب المتابعة. للقاء.